بهذا طبعا ابن تيمية له قصة طويلة عريضة. ابن تيمية يقول ابن حجر في لسان الميزان: كم من موطن بالغ في الرد على ابن المطهر أدته إلى تنقص علي رضي الله عنه. وابن حجر هو عالم الجرح والتعديل، لو كان له كتاب في علماء زمنه لكان ابن تيمية على الأقل فيه نصب. وابن تيمية ليس فقط هذا الحديث، وإنما حديث المنزلة، حديث الغدير، حديث خيبر، كلها لا كلها يؤولها إلى أن مثل حديث المنزلة. نعم. سنأتي عليه. يعني له موقف، له موقف ناصبي، يعني بكل صراحة موقف ضد أهل البيت، لكنه يبطنه بعبارات جميلة ويشتت الحق، ثم يختار أقل الحق ويشبكه مع أقوى الباطل ويمشي. هذا ابن تيمية، لأنه يعني له علم في المنطق والفلسفة، واتخذ هجوم، يعني أخذ معه من أهل السنة قسما كبيرا بحجة الدفاع عن الصحابة، عن أبي بكر وعمر وعثمان، فينقل أسوأ ما فعله الشيعة ما قاله، فيحشد لهذا من أجل التنقص من أهل البيت. فلذلك شبه فاطمة بالمنافقين، وشبه يعني وسط هذا، وشبه علي بفرعون وسط هذه كذا، لكن لا ينقلها عن نفسه. قبل أن نختم، ماذا تقول؟